يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. حلقة اليوم غاية في الأهمية لأننا عندنا مواضيع كالعادة مهمة هنناقشها مع حضراتكم، وكمان عندنا أخبار غاية في الأهمية هنقولها لحضراتكم على مدار حلقة اليوم ومختلف الفقرات اللي هتكون فيها. ودايما بيبقى عندنا في الترند فقرات بتبقى مختلفة ومهمة جدا بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي تحديدا. في البداية خلينا أقول لحضراتكم سؤال الحلقة، هو بيتعلق بالأهلي وبعد حسمه لبطولة الدوري. من رأيك شايف إيه أفضل مباراة للأهلي هذا الموسم بعد حسم هذه البطولة بشكل رسمي، وهي البطولة طبعا رقم 42 في تاريخ بطولات النادي الأهلي في هذه المسابقة تحديدا. خلينا نبتدي الأول بأهم عناوين الترند النهاردة، يلا بينا. في ترند الأهلي، الفريق الأول يستأنف تدريباته استعدادا لنادي مصر. الترند المحلي، أربع مباريات في الجولة رقم 28 للدوري. أما في الترند العالمي، سواريز على أعتاب أتلتيكو مدريد. طبعا احنا مستنيين تواصل حضراتكم معانا من خلال صفحات قناة الأهلي مختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام، وسؤال زي ما قلت لحضراتكم مع بداية حلقة اليوم. قبل ما أطلع الفصل الأولاني خليني أقول لحضراتكم أهم المباريات في مختلف دوريات العالم. نبتدي بالدوري المصري، وفي عدد من المباريات في المسابقة المحلية تحديدا إنبي مع الإسماعيلي، مباراة انتهت من لحظات بفوز إنبي بهدف للا شيء أحرزه لاعب النادي الأهلي المعار محمد شريف، الهدف رقم 12 ليه في بطولة الدوري، والهدف كمان جاي في وقت قاتل يعني في دقيقة 88. وفي الحقيقة إنبي عاملين موسم ممتاز مع الكابتن حلمي طولان يعني. كمان من ضمن المباريات مباراة أخرى هتنطلق بعد نص ساعة من دلوقتي، سموحة والمصري الساعة 5:30، طلائع الجيش أيضا في نفس التوقيت مع وادي دجلة الساعة 5:30، وبيراميدز مع حرس الحدود بالليل في السهرة الساعة 8 مساء. ده فيما يتعلق بالدوري المصري. بخصوص الدوري الإنجليزي، أستون فيلا النهاردة هيلعب شيفيلد يونايتد استكمالا لمباريات الجولة الثانية من البريمير ليج، هتكون المباراة دي في تمام الساعة 7 مساء. وأيضا مباراة أخرى وأخيرة في هذه الجولة ما بين ويلفرهامبتون ومانشستر سيتي، أولى مبارياته في البريمير ليج هذا الموسم، هتكون الساعة 9:15 مساء. كمان في الدوري الإيطالي في مباراة وحيدة النهاردة ما بين ميلان وبولونيا في تمام الساعة 9:15 مساء. يعني عدد من المباريات المهمة، ودايما ده بيبقى أمر مهم للجمهور، بيبقوا حابين يتابعوا مختلف المباريات حول العالم، وبتبقى مباريات مثيرة في الحقيقة يعني. بما فيهم الدوري المصري بالمناسبة، رغم أن الدوري المصري حسم بشكل رسمي للنادي الأهلي كبطل لهذه المسابقة، لكن لسه في منافسة على المربع الذهبي تحديدا المركز الثاني والثالث والرابع ما بين عدد من الفرق، وأيضا في منافسة على البقاء في بطولة الدوري. وأكيد المنافسة دي بتدي طعم للمسابقة أو لما تبقى من هذه المسابقة وإثارة أكيد الكل بيتابعها. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل عندي خبر وتوضيح ومعلومة مهمين قوي هنتكلم فيهم مع بعض بعد الفاصل، استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد. عندي توضيح مهم جدا ونقطة الناس بتتكلم فيها من امبارح في الحقيقة، ولازم ان احنا نتطرق ليها ونوضحها بشكل اكبر، وهي بخصوص كلام عن المهندس محمود طاهر رئيس النادي الاهلي السابق، واللغط اللي حصل والتقرير الاذاعي والكلام من هذا القبيل يعني. في الحقيقه التوضيح المهم جدا والاعتراف اللي موجود ان في خطا حصل، في خطا حصل، في توضيح وتصحيح للخطا، فعلا حصل توضيح وتصحيح للخطا. امبارح على مدار برامج قناه الاهلي المختلفه حصل هذا التوضيح، وده أمر بيحصل ساعات يعني، ممكن حد غلط غلطة بتحصل، مش 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 مشكلة، مش أزمة. الأزمة إن الخطأ ده لو ما تصححش دي تبقى أزمة، لكن الاعتراف بالخطأ هو ده أكبر دليل على حسن النوايا، أكبر دليل على حسن النوايا. اتفق البعض مع المهندس محمود طاهر، اختلف البعض مع المهندس محمود طاهر، يبقى قيمة كبيرة في تاريخ رؤساء أندية النادي الأهلي أو النادي الأهلي تحديدا يعني. الرئيس وشخصية مميزة جدا على المستوى الأخلاقي، على المستوى الإدارة، وعلى كل الجوانب في الحياة. شخص أضاف لمجلس إدارة النادي الأهلي وهو يترأسه في فترة من الفترات، وقدر أن هو يساهم في عدد من الإنجازات مع القلعة الحمراء. تاريخ ما يقدرش حد يلغيه تماما تماما.
لكن الغريب في الامر بالنسبه لي واللي خلاني اوضح النهارده الجزئيه دي واتكلم فيها مره تانية هو تناول البعض لهذا الموضوع بشكل يعني محاوله استياط الاخطاء للنادي الاهلي، شكل فج وكتير قوي، كلام كتير قوي على الجزئيه دي تحديدا، ومحاوله اظهار ان ازاي النادي الاهلي يقدر ان هو عشان في مثلا الكابتن محمود الخطيب هو اللي موجود دلوقتي فلازم تقعد تمجد في الكابتن محمود الخطيب وبعدين تخبط في المهندس محمود. الكلام ده يا جماعه غير حقيقي، ما بيتقالش كده في القناه اصلا، ولا حد بيتكلم في الاتجاه ده. اللي لازم ناكد عليه، ان النادي الاهلي ليه رؤساء على مدار تاريخه كلهم بيكملوا بعض. هو سيستم محطوط في النادي، مشي فلان بيجي اللي بعده بناء على رغبه الجمعيه العموميه، بيمشي على طريق اللي قبليه، في اخطاء بيصححها بيعدلها، كله بيمشي على سيستم النادي الاهلي. وده سر من اسرار نجاح منظومه النادي الاهلي على مدار تاريخ، ده سر من اسرار محاوله تقليد البعض للنادي الاهلي عشان ينجحوا زيه، ومش عارفين يقلدوه كمان يعني. فانا مستغرب سواء على من خلال البرامج الاذاعيه، البرامج التلفزيونيه، حقهم ان هم لقوا غلط، وطبيعي انت لما هتلاقي يعني خطا مثلا في النادي الاهلي سواء بقى كنادي او كقناه او اي حاجه بتنتمي للنادي الاهلي هتفضل مركز عليه، لان هو النادي الاهلي ده قدر النادي الاهلي، مفيش مشكله خالص. لكن انت زي ما قلت ان في خطا لازم تقول ان القناه وضحت، لان عمر ما حد اطلاقا يقدر يقلل ابدا من قيمه المهندس محمود طاهر ولا قيمه اي رئيس من رؤساء النادي الاهلي. ناس بتحاول تعمل واقعه، ودي رساله للمتربصين في الحقيقه بالنادي الاهلي، بيحاولوا يعملوا واقعه ما بين ايه؟ رموز ورؤساء النادي الاهلي على مدار تاريخه. بس مش هتعرفوا، الكلام ده مش في الاهلي. انتوا عايزين تاخدونا لسكه انديه ثانيه، انتوا عارفينهم كويس قوي، بس عمر ما الاهلي هيروح للسكه دي. بتشوفوا رؤساء انديه بيغلطوا وبيشتموا علنا كده، عيني عينك يعني. الرئيس اللي قابليه وده عمل وده سوى وكلام من ده، في ناس بتعمل كده. لكن عمر ما الاهلي بيعمل كده، ولا عمر اي حد من رؤساء النادي الاهلي يعمل كده. مفيش مثلا واحد من رؤساء النادي الاهلي يطلع يقول لك انا هشطب واحد من اضواء تاني، ما بتحصلش، مش جوه الاهلي بيحصل الكلام ده. لكن انت زي ما رصدت الخطا وده حقك وشغلك مفيش مشكله، لازم ترصد التوضيح اللي حصل من قناه النادي الاهلي. هنفضل على القصه دي بقى، خد عندك بقى، خلي بالك هنفضل على القصه دي اسبوع قدام، اسبوعين ممكن، لو مفيش بقى اخبار مفيش اي حاجه هتاخد الموضوع ده في الاتجاه ده، تفضل تقول دي قناه الاهلي غلطت، قناه الاهلي عملت، قناه الاهلي، هتقعد بقى كده فتره طويله. فاحنا خلاص الموضوع يا جماعه خلص، كل التقدير والاحترام للمهندس محمود طاهر، كل التقدير والاحترام للكابتن محمود الخطيب، كل التقدير والاحترام لكل رئيس من رؤساء النادي الاهلي على مدار تاريخه، كلهم ساهموا في انجازات النادي وكلهم سابوا بصمه واضحه، الكل ساب بصمه واضحه بما فيهم المهندس محمود طاهر بشكل كامل في النادي الاهلي. فقصة ما تحاولوش تقربوا منها، وما تحاولوش ان انتوا يعني تعملوا سبوت زياده على اللزوم فيها. الصوره اللي قدام حضراتكم دي صوره مهمه جدا لكل رؤساء النادي الاهلي ومدى تاثيرهم ومدى انجازاتهم اللي حققوها مع النادي الاهلي. فبلاش ندوس في الجزئيه دي، وده توضيح بنعيده مره ثانيه لحضراتكم علشان نقفل القصه دي تمام. ادي اول حاجه في الحلقه. عندي خبر كمان مهم خرج من شوية، وهو خاص بقرارات لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها النهاردة برئاسة المستشار سيد البنداري، واللي فصل فيه التقرير والشكاوى المقدمة ليها خلال الفترة اللي فاتت. وأول هذه القرارات منع السيد رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم لمدة 6 مباريات وغرامة مالية قدرها 200,000 جنيه. معرفش العقوبة طبعا هتنفذ ولا مش هتنفذ، هي المفروض ان هي تنفذ، لكن هنشوف ايه اللي هيحصل خلال الفترة اللي جاية. بالإضافة لبعض القرارات الأخرى وهي تتعلق بتوبيخ السيد كمال فريد المدير الفني لفريق ألعاب دمنهور. أعتقد كلمة توبيخ دي أنتوا خلاص عرفتوها وحفظتوها ساعة لما كان في قرار في فترة ضد الكابتن سيد عبد الحفيظ، وقلنا ساعتها إيه كلمة توبيخ دي، لكن لما رجعنا اللائحة لقينا إن الكلمة موجودة فعلا. فكمال فريد المدير الفني لفريق العاب دمنهور وتحذيره بفرض عقوبه حال تكرار المخالفه، ايقاف كمان السيد محمد رمضان مساعد مدرب فريق بيضات المحله لمده مباراه، والسيد حسام نور الدين رئيس المركز الاعلامي بالنادي 3 مباريات، ورابعا حفظ الالتماس المقدم من نادي اف سي مصر برفع العقوبات الموقعه من اللجنه ضد بعض العاملين بالفريق والابقاء على العقوبات كما هي. دي أبرز قرارات لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم. طيب
فقره ترند. الترند طبعا دايما لما بيكون في خبر او معلومه مهمه، وكمان لما بيكون في تساؤل عند جمهور النادي الاهلي. وفي الحقيقه خلال الفتره اللي فاتت كان في تساؤل ورسائل كتيره بتوصل لفريق العمل لبرنامج الترند، وهي بتتعلق بالاشاعات اللي طالعه بخصوص بكاري جسامه الحكم الشهير واحتماليه ادارته لمباراه او احدى مباريات الاهلي والوداد خلال دور نصف النهائي. خلينا نقول لحضراتكم الوضع ازاي لحد اللحظه اللي احنا فيها دلوقتي. نسب اسناد بكاري جسامه لمباراه من ضمن المباراتين، مباراتي الاهلي والوداد او حتى كمان مباراتي الزمالك والرجاء، تكاد تكون منعدم، تكاد تكون منعدم. الاسباب ايه؟ الاسباب ان بكاري غير مصنف دلوقتي من حكام الصفوه في القاره الافريقيه. فطالما انت مش مصنف كحكم صفوه، فبالتالي لجنه الحكام بالاتحاد الافريقي لكره القدم مش هتلجا ليك في ادوار حاسمه زي دي. ما بالك كمان دور نصف النهائي في بطوله دوري ابطال افريقيا، يعني وضرب نار بقى اربع فرق تقال جدا يعني. فكمان هو مستبعد من القائمه الخاصه بالحكام الافارقه اللي ممكن يكونوا متواجدين في كاس العالم 2022 في قطر، فبالتالي دي كلها فرص بالنسبه له صعبه جدا ان هو يحكم خلال الدور المقبل او حتى المباراه النهائيه، خصوصا ان ليه سوابق كتير جدا سواء مع الاهلي او مع الوداد تحديدا. هو ادار مباراه النهائيه السنه اللي فاتت ما بين الوداد والترجي، واللي عملت ازمه كبيره جدا في افريقيا بسبب الفار وانه ما اشتغلش، ولسه القرار طالع بشكل رسمي من كام يوم ان الترجي هو بطل البطوله يعني بعد اللغط الكتير اللي حصل. وعنده سابقه معروفه جدا مع النادي الاهلي في مباراته مع الوداد في نهائي 2017، وفاكرين كلنا علامه عماد متعب لما عمل له كده 0-0 يعني. فليه سوابق كتير جدا مع النادي الاهلي والوداد، وهو مش مصنف خلال الفتره الحاليه، فبالتالي حته ان هو يكون موجود ويدير مباريات في دور نصف النهائي ده امر يكاد يكون مستبعد. يعني بنسبه 99.9% بكاري جسامه مش هيحكم اي مباراه في دور نصف النهائي. طيب لو حكم بكاري، لو بكاري جسامه ادار مباراة من ضمن المباريات، هيبقى ده أمر غير طبيعي. هيبقى أمر غير طبيعي وهيكون عليه علامات استفهام كبيرة جدا. وأخاف إن يكون ليه أغراض معينة وتوجهات محددة. الخوف من الحتة دي. لكن إحنا دلوقتي بنتكلم في الأمور الطبيعية، الطبيعي إيه؟ مفيش بكاري جسامة، ده الطبيعي. المعطيات كلها بتقول كده و كل الدلائل بتقول كده. اللي مش طبيعي ان هو يحكم. ساعتها بقى هيبقى في علامات استفهام كبيره جدا، وهيبقى في تساؤلات وخيالنا هيروح لبعيد بقى بصراحه يعني من الاخر يعني. فانا قلت اقول لحضراتكم واطمن حضراتكم في الجزئيه دي تحديدا، لان في الحقيقه بكاري جسامه من ضمن الحكام اللي عليهم لغط كبير واللي ليهم اخطاء كتيره جدا في القاره الافريقيه والبطولات الافريقيه بشكل عام. طيب اخر حاجه قبل ما اطلع فاصل، وهي رساله لجمهور النادي الاهلي وكلام كتير الفتره الحاليه بخصوص التعاقد مع بعض اللاعبين والرحيل البعض الاخر على سبيل الاعاره والاسماء محدده وبعض البرامج، وده شغلهم في الحقيقه. كل الزملاء الاعزاء الاعلاميين بيحاولوا يجتهدوا ويجيبوا المعلومه ويشتغلوا ويقول لك مين ماشي ومين جاي وكلام من ده، حقهم تماما. لكن هي الرساله لجمهور النادي الاهلي ان احنا لازم خلال الفتره الحاليه ما نركز في مثل هذه الامور وما نضغطش في الجانب ده تحديدا فيما يتعلق خصوصا في رحيل بعض اللاعبين. ليه بقى؟ لان احنا عندنا هدف لسه ما اتحققش. مش من المنطقي انا كفرد مثلا من جمهور النادي الاهلي او كمحب وعاشق للنادي الاهلي ان انا اقول ممكن نطلع ده اعاره وده يجي مكانه ومش عارف ايه وده جاي له عرض نمشيه وكلام من ده. تمام؟ مش في مصلحتي. انا لسه عندي هدف ما اتحققش، في هدف اتحقق اللي هو الدوري خلاص. لكن الهدف الاهم والاسمى بالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي هي بطوله دوري ابطال افريقيا. الكل يقول لك في اجتماعات ومستبعدين ومش مستبعدين، لا مش ده وقته. الوقت هيكون بعد انتهاء البطوله الافريقيه، ان شاء الله تنتهي يكون النادي الاهلي بطل هذه البطوله. فدي رساله ورغبه من جمهور النادي الاهلي، نتمنى ان هي يعني ان هم ياخدوا بالهم خلال الفتره القادمه في الجانب ده تحديدا. لازم نكون في ظهر ونكون مساندين للجهاز الفني وللاعبين وللنادي الاهلي ككل عشان الاهداف باذن الله تتحقق. ريح بعد الفاصل نرجع نكمل، يلا. طيب نكمل باقي فقرات حلقه الترند النهارده، واول فقره معانا وهي ترند الاهلي وايه اللي اتكتب على النادي الاهلي في السوشيال ميديا وفي الحسابات المختلفه على السوشيال ميديا تحديدا. خلينا نبتدي بالحساب الرسمي للنادي الاهلي على فيسبوك، واللي قال ان الاهلي بينجح في حسم لقب الدوري قبل نهايته بسبع جولات. وهنا بيتطرقوا يعني لملخص الطريق نحو تتويج فريق النادي الاهلي وبطوله الدوري الممتاز الموسم الخامس على التوالي والمره 42 في تاريخه، وهي كلها في الحقيقه ارقام مميزه جدا
جدا بالنسبه للنادي الاهلي، يعني بتخلص البطوله قبل نهايتها بسبع جولات. الاهلي صاحب اقوى خط هجوم برصيد 63 هدف حتى الان، اقوى خط دفاع دخل مرماه 8 اهداف بس. لك ان تتخيل ان الاهلي في كل هذه المباريات دخل فيه 8 اهداف فقط لا شيء، ده امر مميز جدا. يعني الاهلي اكثر تحقيقا للفوز برصيد 23 انتصار، والشناوي صاحب القفاز الذهبي في الدوري بلا منازع 22 كلين شيت اعتقد، حتى الان 21 يعني قدامه مباراتين عشان يعدي شريف اكرامي مثلا او ان هو يكسر الرقم القياسي. خلينا نروح نشوف الفيديو الخاص بهذه الارقام ونرجع مره ثانيه. نتمنى طبعا كل التوفيق للنادي الاهلي فيما تبقى من مباريات في بطوله الدوري، هي مباريات اعداديه للمرحله الافريقيه الهامه. يعني خلينا نروح لحساب الاهرام على تويتر، واللي قال ان الاهلي يجري رابيد تيست استعدادا لمواجهه نادي مصر، ده الاجراء المتبع دايما قبل كل المباريات في بطوله الدوري طبقا للاجراءات الاحترازيه من فيروس كورونا. لسه في بعض الامور الاخرى والارقام تحديدا، الوطن سبورت على تويتر قالوا ان فايلر يقترب من تحطيم رقم قياسي المانويل جوزيه بعد حسم الدوري، والامر ده بيتعلق بايه؟ بيتعلق باحتماليه ان مستر ريني فايلر يقدر يحقق الانجاز اللي حققه مستر مانويل جوزيه في موسم 2006 2007 لما فاز بالدوري، وكان الاهلي مع مستر مانويل خلص البطوله قبل ثلاث اسابيع من النهايه، فراح بعض اللاعبين كان ابرزهم في التوقيت ده فلافيو متعب بركات ابو تريكه طبعا اساطير كبار جدا، وقرر ان هو يلعب ببعض اللاعبين اللي كانوا مش بيشاركوا بصفه دائمه، وقدر ان هو يجهز العناصر الاساسيه لتحدي الكاس، بالتالي قدر ان هو يفوز ببطوله كاس مصر. لو تفتكروا في التوقيت ده لما لعبنا نادي الزمالك في النهائي وكسبنا في المباراه الشهيره 4-3 المباراه الكبيره جدا. فبالتالي هنا الوطن سبورت بيقول لك ان ممكن مستر فايلر قدامه فرصه ان هو يحقق هذا الانجاز اللي وصل له مستر مانويل جوزيه طبعا المدير الفني الاسطوري والتاريخي للنادي الاهلي. خلينا نروح لصفحه الاهلي اليوم على فيسبوك، وقالوا ان الوصول لهدف هو نقطه انطلاق لهدف اخر، افريقيا يا اهلي، اللي هو يعني في اشاره ان انت حققت بطوله الدوري خلاص بشكل رسمي، لكن قدامك هدف اخر اهم وهو دوري ابطال افريقيا، والكل باذن الله مركز في البطوله دي رغم صعوبتها طبعا بكل تاكيد. طيب خلينا نطمن على الفريق بشكل كبير النهارده تحديدا بعد ما استأنفوا تدريباتهم استعدادا لمباراه يوم الاربعاء امام فريق مصر في بطوله الدوري، عشان كده خليني اروح سريعا لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي واللي تابع تدريبات الاهلي النهارده اللي كانت صباح اليوم عشان نطمن منه على اخر الاخبار. يا فاروق اهلا بيك. اهلا بيك امير، وكل التحيه ليك وكل التحيه لكل مشاهدي متابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك يا فاروق، عايزين نطمن على ابرز كواليس واستعدادات النادي الاهلي للمباراه المقبله، وهل من الممكن من خلال متابعتك للتدريبات ان انت تكون قريت ان في تغيير في استراتيجيه مستر ريني فايلر فيما تبقى من مباريات في بطوله الدوري بعد حسم اللقب بشكل رسمي؟ بالضبط يا امير، يعني خلينا يعني انا هنوضح هذا الامر، لكن خلينا في البدايه نقول ان النهارده الفريق النادي الاهلي استأنف تدريباته في 8 الساعة 9 صباحا عقب التتويج بدرع الدوري، وقبل انطلاق المران كان في جلسه جمعت ما بين المستر ريني فايلر والكابتن طلعت حفيظ واللاعبين، بارك للاعبين وهنى اللاعبين على الدرع الدوري والتتويج، وزي ما انت متعود يا امير وكلنا متعودين في النادي الاهلي ان احنا دايما بنقفل ملف البطوله وسريعا بنفتح ملف البطوله الثانيه، بيبدا التركيز في مرحله الدوري ابطال افريقيا ومباراتي الدور نصف النهائي امام الوداد. مستر ريني فايلر كان حريص مع اللاعبين ان هو اشاد بيهم على مدار مشوار البطوله، يعني قال ان الدوري مش مباراه، مش بطوله مباراه واحده، لا دي مجموعه من المباريات، انتوا كنتوا من الافضل، احنا اكثر فريق حقق فوز، اكثر فريق حقق نسبه استهداف، اكثر اهلي فريق استقبل عدد اهداف، وحث اللاعبين على ضروره احراز البطوله الافريقيه.
وده الهدف يا امير اللي تقدر تقول عند كل اللاعبين لعيبه النادي الاهلي. خلاص اللعيبه بتفرح في وقتك وخلاص بتقفل اليوم بينتهي بتبدا المسافه الجديده والبطوله الجديده. النهارده المران تقدر تقول يعني خلاص زي ما انت قلت يا امير الاستراتيجيه بتاعت مستر ريني فايلر ان هو هيبدا يريح بعض اللاعبين اللي كانت العناصر الاساسيه الفتره الاخيره ويدي فرصه للمجموعه من اللاعبين اللي ما كانتش بتشارك في الفتره الاخيره تشارك بصفه اساسيه. يعني تقدر تقول عوده حسين الشحات اللي ممكن يبقى من العناصر الاساسيه يحاول يجهزه ايضا لمباراه المباراتين الوداد محمود وحيد. ايضا كلامه مع اللاعبين الناشئين يا امير النهارده تلاقي الحماس اكتر عند اللعيبه الناشئين سواء عربي سواء شكري سواء فخري سواء شوبير لان مستر ريني فايلر وضح للاعبين انه هيبدا يريح بعض العناصر هي اللي كانت بتشارك في الفترة. ما هو هو ده السؤال يا فاروق اللي عايز اساله لك لان هي معادله صعبه في الحقيقه. يعني انت الفتره الجايه داخل على بطوله دوري ابطال افريقيا، اللاعبين الناشئين الموجودين وبيتمرنوا مع الفريق الاول دلوقتي غير مقيدين افريقيا، فبالتالي مستر فايلر بيفكر ازاي؟ هل هيديهم فرصه ولا هيعتمد بشكل اكبر على تجهيز العناصر المقيده معاه في القائمه الافريقيه عشان يكونوا جاهزين بنسبه 100% لمباراتي الوداد؟ لا خلينا امير ان هو من كلامه هيريح بعض اللاعبين تدريجيا، يعني هيدي فترات راحه لبعض اللاعبين قبل يعني بيبدا مرحله الاخيره المرحله الاخيره للتجهيز لمباراتي الدور نصف النهائي امام الوداد. يعني هيبدا يريح بعض العناصر اللي كانت بتشارك بصفه اساسيه في الفتره الاخيره. انت عارف ان النادي الاهلي وتلاحم المباريات وكل يعني بتتكلم كل 72 ساعه وكل 3 ايام مباراه كان بيشكل نوع من انواع الاجهاد للاعبين، هتبدا تريحهم لكن مش الراحه التامه امير اللي هي منتظره. يعني ممكن يريح لعيب مباراه المباراه الثانيه هيبقى موجود. دي يعني تقدر تقول الاستراتيجيه بتاعت مستر ريني فايلر خلال الفتره اللي جايه، وايضا ان انا اجهز بعض اللاعبين اللي هتكون معايا في القائمه الافريقيه او الموجوده معايا في القائمه الافريقيه زي حسين الشحات زي محمود كهربا. ايضا يعني من الحاجات المهمه جدا اللي برضه عايز اقولها من خلالك من خلال النادي الاهلي ان محمد محمود نقدر نقول النهارده دخل المران الجماعي وكان ليا حديث مع الدكتور خالد محمود بشكل كامل يا فاروق. لا مش بشكل كامل يعني تمام. يعني عشان اوضح لك بس عشان ايه تكون الامور واضحه محمد محمود شارك في يعني تقدر تقول نصف المران او التدريب النهارده وده طبقا لاعداد مرحله الاعداد الاخيره الموضوع من قبل الجهاز الطبي والدكتور خالد قال لي ان محمد محمود بنبدا نديله مرحله التدريب. يعني هو شارك في الجزء البدني جزء الاحماء والجزء البدني لكن مرحله التقسيمه مش هيدخل فيها خلال المرحله الحاليه لكن تدريجيا هيبدا يشارك بصوره كافيه في المران. اقدر اطمنك ان محمد محمود باذن الله خلال الفتره القادمه يعني ان شاء الله من اقل من 10 ايام باذن الله هيكون جاهز باذن الله للمشاركه بشكل كامل. ده خبر سعيد يا فاروق. اختم معاك بيك انا بشكرك شكرا جزيلا يا فاروق زميلنا العزيز فاروق صلاح رئيس قناه الاهلي قال لنا كل الاخبار والكواليس اللي بتتعلق بتدريبات اليوم بعد استئنافها استعدادا للمباراه المقبله امام مصر او فريق مصر في يوم الاربعاء القادم باذن الله تعالى. هروح لفاصل سريع بعد الفاصل نرجع نكمل استنونا. كالعالمي جيلبرتو بصراحه النهارده عيد ميلاده بيتم 38 عام، نجم من نجوم النادي الاهلي واسطوره من اساطير النادي الاهلي اللي اضاف كتير والحق انجازات عديده مع القلعه الحمراء. بنقول له كل سنه وانت طيب يا جيلبرتو احد ابرز اللاعبين اللي لعبوا في مكان الظهير الايسر في تاريخ النادي الاهلي. طيب دلوقتي جت ميعاد فقره ترند اونلاين وهيكون ضيفنا العزيز و يعني واحد هينورنا ويشرفنا جدا من المغرب وهو الاستاذ محمد الزايد الناقد الرياضي المغربي ورئيس تحرير موقع البطوله. يا استاذ محمد نورنا. اهلا بك زميلي امير واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي الكرام. يعني موعد مباراة الأهلي والوداد وأيضا مباراة الزمالك والرجاء بيقترب مع الوقت، مباراتين مهمين جدا، وأنا تحديدا عايز أركز على مباراة الأهلي والوداد. وأكيد بنتابع زي ما الوداد بيتابعوا مباراة النادي الأهلي في بطولة الدوري. امبارح الوداد لعب مباراة وفاز 2-1 لكن المنافسة على أشدها ما بين الوداد والرجاء. عايز أعرف الأول تقييم الإعلام المغربي والصحافة المغربية والجمهور المغربي لأداء الوداد على مدار الثلاث مباريات اللي فاتوا تحديدا. وكما يعلم الجميع صديقي أمير هو أن فريق الوداد يعني تعاقد مع مدرب جديد، هذا المدرب الذي هو الأرجنتيني ميخيل غاموندي الذي يعد مدربا سابقا لفريق حسنية أكادير. في الدوري المغربي هناك قانون لا يسمح بأن يشرف مدرب ما على فريقين معا في نفس الموسم، لذلك فمن يشرف على الفريق الآن هو مساعد مدرب من دكة البدلاء. الأداء تغير نسبيا
مع في المباراتين التي قادهما جامون تغير بعض الشيء. صحيح هناك فوز على رجع بني ملال الساقط الى القسم الثاني، وفوز بشق الانفس على فريق نهضة الزمامره الذي يلعب هو الاخر لتفادي النزول. المستوى صحيح تغير بعض الشيء، هناك يعني بوادر على أو لتكوين فريق يعني تنافسي اقوى من ذي قبل، اقوى من الفريق الذي تركه غاريد، لكن لا زال لحد الان يعني الجماهير الوداديه تسعى الى ان يكون المستوى افضل بكثير، خاصه وانت تعلم ان يوم الخميس مباراه الديربي التي بالضبط ستكون يعني حاسمه في لقب هذا الموسم. طيب المنافسه قويه جدا، فرق يعني ما بين الرجاء والوداد نقطه واحده قبل 6 جولات من النهايه، يعني الرجاء عنده 48 نقطه الوداد 47. عايز اسالك، هل المنافسه القويه دي على بطوله الدوري المغربي ممكن تؤثر بشكل او باخر على جاهزيه الفرقتين لتحدي نصف النهائي؟ صحيح، وكما تعلم يعني ان مباراه الديربي وبعدها هناك 6 مباريات متبقيه، المباريات المتبقيه يعني ستكون حاسمه جدا مهما كانت نتيجه الديربي، يعني فوز الوداد او فوز الرجاء لن يحسم بشكل قاطع عن الفريق المتوج، لان هناك فريق ثالث هو الاخر ينافس بقوه، وفريق نهضه بركان هو الاخر الذي مباراه نصف نهائي في كاس الكونفدراليه الافريقيه. هناك اشكال الغيابات خاصه الاصابات والارهاق، هذين المشكلين ممكن ان يؤثرا في فريقي الرجاء والوداد قبل منازلات الاهلي والزمالك، لذلك فالتركيز منصب ومنكب حاليا على مباريات الدوري المحلي، وبعدها سيناقشون يعني مساله الغيابات فيما يتعلق بالارهاق، وغالبا ان الدوري لن يحسم حتى الجولة الأخيرة بحكم تقارب النقاط، لذلك فإن كل اللاعبين سيخوضون المباريات بدون استثناء، وهذا قد كما قلنا يجر الفريقين معا إلى مشاكل كما قلنا للإرهاق والتزايد أو الإصابات إذا قدر الله، خاصة أن لاعبي الوداد أكثر اللاعبين الذين غابوا بسبب الإصابات خصوصا خط الدفاع. بالظبط. طيب سؤالي الاخير ليك، وهو كيف يتابع الاعلام المغربي تحديدا فريق الوداد فوز النادي الاهلي وحسمه لبطوله الدوري وتقييمهم للنادي الاهلي على مدار المباريات السابقه، واكيد هم بيدرسوا الاهلي عشان المباراه المقبله مع الوداد، يعني تقييم ايه؟ لكي اكون واضحا، يعني فوز الفريق الاهلي المصري باللقب المحلي اصبح شيئا مالوفا. بالمناسبة نبارك للإخوة في النادي الأهلي هذا اللقب 42 على مستوى البطولة المصرية. هناك ربما مؤاخذات حول المستوى، دائما نتوقع من الأهلي أن يكون فريقا قويا، يكون فريقا تنافسيا، لكن ربما نقطة قوة الأهلي حسب عن المتتبعين المغاربة أنه حتى في حالاته الغير مرضية عن مستوى الأداء يحقق نتائج طيبة ولم ينهزم إلا مرة واحدة خلال هذا الموسم. صحيح هناك تذبذب على مستوى الأداء، لكن يبقى فريق الأهلي فريقا قويا وفريقا متمرسا جدا، وفريق يسعى إلى أن يظفر بهذا اللقب الإفريقي الذي يعني لم يحالفه الحظ يعني في مناسبتين نهائيين ماضيين، لذلك سنقول أن المستوى الذي يقدمه الأهلي بشكل عام يعرف المتتبع المغربي انه ليس مستوى الاهلي الحقيقي، ويمني النفس ان يكون يعني التنافس طبيعه الحال يعني دائما في اطار روح الرياضه، ويمني النفس ان يكون يعني التفوق المغربي يعني بالتفاصيل الصغيره، وانت تعلم بان هناك تفاصيل زي الاعداد البدني والتوفيق والاعداد الذهني حاضره في المباراه سواء الذهاب او الاياب. طيب في اجابه واحده، مين ترى في المباراه النهائيه في بطوله دوري ابطال افريقيا؟ توقعاتك. من وجهه نظري الوداد والرجاء سأكون يعني ده توقعك؟ ربما أتمنى لا لا لا، الجواب ربما سيكون قد يحمل كثير من المشاكل إليه، لكن أتوقع الأهلي والرجاء. الأهلي والرجاء إن شاء الله، نتمنى إن شاء الله الأهلي يتأهل ويقابل يعني على يعني مستوى المصري، نتمنى الأهلي والزمالك في المباراة النهائية، لكن في كل الأحوال بالنسبة لنا إحنا نتمنى الأهلي يوصل المباراة النهائية ويفوز باللقب بإذن الله، ونتمنى كل التوفيق للجميع. يا أستاذ محمد زايد أنا بشكرك شكرا جزيلا، الناقد الرياضي الكبير ورئيس تحرير موقع البطولة المغربي كان معانا عبر سكايب، واتكلمنا معاه في بعض التفاصيل اللي بتتعلق بفريق الوداد المغربي قبل يعني بعض الأسابيع القليلة اللي بتسبق مباراة الأهلي والوداد في دور نصف النهائي. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نواصل فقرات الترند، يلا بينا.
طيب اهم فقرات ترند دايما هو التواصل مع جمهور النادي الاهلي، وكان سؤال حلقه النهارده ايه افضل مباراه للاهلي هذا الموسم بعد حسمه لبطوله الدوري بشكل رسمي، ودي كانت تفاعل او ردود جماهير النادي الاهلي على صفحات القناه المختلفه على السوشيال ميديا. نبتدي باحمد الدقراوي، قال ايه؟ قال مباراه الاهلي والاتحاد الدور الاول 4-0، طبعا الاهلي كان عامل مباراه كبيره في التوقيت ده. كريم احمد قال مباراه الاهلي والجيش 3-0، ومباراه الاهلي والاسماعيلي 3-0. احمد مصطفى قال مباراه الاتحاد 4-0، ومحمد بسيطه قال مباراه الاسماعيلي الدور الثاني. طيب كمان مصطفى الحسيني قال الاهلي والجيش الدور الاول، وعمير قال اكيد مباراه الاهلي والاتحاد، الاهلي عمل كل حاجه في الكوره. احمد ابو ناصر بخيت قال الاهلي والمصري 2-0، وحسام علي الاهلي وبيراميدز اللي كانت مباراه الدور الاول انتهت بنتيجه 2-1 للنادي الاهلي. دي كانت بعض تعليقات جمهور الاهلي عن افضل مباراه للفريق هذا الموسم. دي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند، استنونا في حلقات جديده اخرى من نفس البرنامج ان شاء الله. الى اللقاء.